في إطار خطة وزارة السياحة الترويجية وتسليط الضوء على المناطق التي تتمتع بمقومات السياحة، انطلقت في قرية بيت عانة بريف اللاذقية فعالية أيام السياحة الريفية حكاية ضيعة بمشاركة أهلية وشبابية تطوعية ومجموعة من الفنانين التشكيليين. بالانتقال إلى السياحة الريفية لملء البيئة من أهمية، للتراث من أهمية، من مناطقنا الجبلية تعريف للمستثمرين، التشاركية بالعمل، الإكمال أو التكميل بالسياحة ما بين السياحة البحرية والسياحة الريفية. وإن شاء الله هذه الفعالية سيتبعها عدة فعاليات في مناطق مختلفة في ريف اللاذقية. قمنا بزيارة بعض أسر الشهداء وتكرمنا بزيارتهم وتمنينا على أحوالهم. حيثما تحل السياحة تتحسن الخدمات، يكون هناك دخل. يعني لا يستطيع يعني أي محافظ أو رئيس بلدية إذا صار هناك منشأة سياحية أن يتجاهل أنه إقامة الطريق أو شبكة الاتصالات والكهرباء وإنارة الشوارع. يعني السياحة تجلب الخير يعني إلى أي منطقة. المجتمع المحلي دوره كتير مهم أنه يفهم أهمية السياحة له ليتعاون وليأهل حتى كوادر قادرة على السياحة. هذه الفعالية لتنشيط السياحة الريفية تحت عنوان حكاية ضيعة. في كل بقعة من بقاع المحافظة هناك حكاية لضيعة تحكي لنا عن التاريخ والتراث المادي واللامادي الموجود في هذه القرية. طبعا خطة الوزارة لتنشيط السياحة الريفية بالتوازي مع باقي أنماط السياحة وتحقيق توازن بين الساحل والجبل. طبعا كل نقطة في نقاط المحافظة تمتلك مقومات جذب سياحي متميزة على مقولة اللاذقي جني لابد من زيارتها. نحن فرقة جابالة، فرقة رأس وتمثيل مشتمل رأس وتمثيل، وفي عنا فلكلور شعبي وعنا غناء. أنا مشاركة بكل الرقصات. هون نحن رح نقدم رقصة الملائكة، أنا أخذ دور ملاك، ورقصة الشهداء مع البنات فلكلور شعبي. أنا مشاركة بالفلكلور الشعبي اللي هي بتحكي عن كل المحافظات السورية. نحن حبينا نمثل فيها أن سوريا هي إيد واحدة وبتضم بكل فئاته وبكل أطيافها. بنقدم هذا التعايش اللي كان موجود قبل الأزمة واللي نحن عم نحلم فيه كمان يرجع بعد الأزمة. أنا مشارك بفرقة جابالة عن دور شهيد من شهداء مش في الكندي ودور راقص بالفلكلور الشعبي. وأشار المحافظ إبراهيم خضر السالم خلال الفعالية إلى أهمية تطوير واقع السياحة الريفية في المحافظة والتشارك بالعمل بين المحافظة والمستثمرين عند إنجاز أي مشروع سياحي. ومن جهة ثانية كرم المحافظ عددا من أسر الشهداء في منازلهم بالقرية، مبينا أن التكريم يؤكد عظمة الشهادة والتضحيات التي يقدمها الشهداء فداء للوطن. جعفر صالح، التلفزيون العربي السوري، اللاذقية.